بلاي. مجموعة من العناصر التفاعلية، أسلحة، ذخيرة، الزومبي. تعال نشوف الدنيا ماشية ازاي. دي كاميرا، يا سلام كاميرا ديجيتال. ده كشاف، يا سلام كشاف. تعال نجربه. يا عيني على الإضاءة. بطاريات للشحن. تعال نجرب الأسلحة أحسن. خرطوشة حبيبة قلبي، أخدتها. تعال نضيفها للسلاح. تعالوا نستخدمها. معلش يا زومبي، لازم اقتلك النهارده. اوه ده بيهاجم فعلا. استاذ على واحدة حلوة، خد لك واحدة ثانية. لقد مات الزومبي. ده اتفرط، يا نهار ازرق. اوف 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 اوف. تعال بص كده يا عيني، لا حول ولا قوة الا بالله. نروح نجرب الأسلحة التانية. هناخده ده رشاش، ده هنحطه عندنا. كروس ثلاثة. معلش يا زومبي، قد فقدت التحكم. كفاية كده. ستوب. ازيكم يا شباب، النهارده ان شاء الله هنكمل الدرس العاشر من دروس دورة اليونيتي، وكانت مقدمة مثيرة، كان فيها ضرب نار وكان فيها ناس بتموت. وتعالوا نخش على جمل التحكم. النهارده ان شاء الله هناخد الكونديشنال ستيتمنت اللي هي جمل التحكم في اليونيتي. طبعا عشان نبدأ عليها، طبعا مش هنشتغل في المشروع دوت، هنيجي هنا ونعمل نيو بروجكت، وهنسمي البروجكت بتاعتنا دوت control statement statement وهنخزنه في جي اب، وبعد كده هنخليه 3D مفيش مشكلة. وبعد كده create project. استنى لما يحمل. طبعا اليونتي عندي بصراحة 2017، وبرضه انت عندك اليونتي 5 هيشتغل معاك مفيش مشكلة برضه. المهم استنى لحد ما يحمل على المشروع الجديد. وعلى حسب سرعة الجهاز اللي عندك هيبتدي البرنامج يحمل. فطبعا انت تستناه شوية لحد ما يبتدي يشتغل معاك. بدأ الإيديتور يفتح معايا، أهو الإيديتور فتح معايا. تمام، بيقول ورك اوف لاين، هو الورك اوف لاين مفيش مشكله، وهبتدي اشتغل. ده مشروع جديد خالص مفيش اي مشكله، وزي ما بنعمل كل مره بنحط اي اوبجكتس نشتغل عليها يعني وكده. هاجي في الاسيتس هنا، وهاجي اعمل امبورت بتاع دوت كريت، واحط اي شكل وليكن 3 دي اوبجكت بتاعنا كريت. بلاش دي، خليني اعمل هنا احسن في الهيراركي. كريت سي دي اوبجكت، واختار كيوب. ادي الكيوب اهو. تمام، برضو انت ممكن تخلي زي ما هو ونشتغل عليه.
هنيجي هنا ونعمل كليك يمين، نختار كرييت ونختار سي شارب سكريبت، وهنسميه كنترول ستيتمنت. كنترول ستيتمنت اوكي تمام كده. وبعدين هنرميه على كيوب ونشوف الكيوب اتربط بيه السكريبت اهو، الكنترول ستيتمنت دوت. وابتدي بعد كده نعمل نفتح السكريبت دوت في الفيجوال ستوديو 2017. وننتظر لحد ما البرنامج بتاعنا يفتح معانا. جمل التحكم يا جماعة، يعني أول جملة عندك هتقابلك اللي هي جملة مين؟ جملة الإف. جملة الإف طبعا يعني لو أنا جيت هنا مثلا في المكان دوت وكتبت كده انتر اف، هفتح قوسين وبعد كده اخد القوسين دول اللي هما بالشكل دوت، دي شكل جملة ايه الاف. ومعناها لو كان الشرط الموجود ما بين الاقواس دوت صحيح، هيبتدي ينفذ مجموعة الستيتمنتس اللي هتكون هنا، ستيتمنتس اللي هتكون هنا، تمام كده. طيب تعال نجرب جملة الاف ديت بالشكل ايه، بالشكل ده. بمنتهى البساطة كده تعالوا نقول مثلا نيجي في قائمة الستارت هنا أو في دالة الستارت ديت ونكتب F وأكتب مثلا true true بهذا الشكل. لو كانت يعني القيمة true عندك تمام كده، هتعمل print you are true، وهقفل الجملة بالسيمي كولن وهسيف السكريبت دوت. وهاجي عندي هنا في اليونيتي وهعمل ران للجيم تمام. بلاي، هاجي على الكونسول هنا هتلاقي كاتب لك يور ايه، يو ار ترو تمام كده. يعني بمعنى صح لما جه على الشرط اللي مكتوب هنا اللي هو دوت وشاف ان الناتج اللوجيكال اكسبريشن او التعبير المنطقي اللي موجود هنا عباره عن ترو، فكتب لك يو ار ايه، يو ار ترو. طب لو انت غيرتها لفولس، فولس بهذا الشكل فولس، وجيت جربت كنترول اس وجيت هنا على اليونيتي قال لك هنا في مشكلة unreachable code detected. تعال نشوف clear وتعال نعمل play مرة تانية، ما طبعش حاجة. ليه؟ لأن أصلا الشرط اللي داخل هنا في القوسين دول معناه إن هو إيه، false يعني تمام كده. طيب انت ممكن تجرب على اي حاجه، يعني انت ممكن تبتدي تحط متغيرات وتشتغل على اي حاجه بحيث ان انت تشوف الاكسبريشن ده هيمشي معاك ازاي. المهم ده شكل جمله الاف، اف واللوجيكال اكسبريشن بتاعك او اللوجيكال تيست بتاعك. لو كان ترو بينفذ مجموعه الستمنت، لو كان فولس بيطلع بره الستمنت وما ينفذش حاجه ويجي بعد جمله الاف من هنا ويبتدي ينفذ. طيب انت طبعا عندك في المعاملات المنطقيه في اكتر من معامل منطقي، في علامه اليساوي، في علامه لا يساوي، في علامة الأكبر من وعلامة الأصغر من، في علامة أكبر من أو يساوي وأصغر من أو يساوي، في علامة الأند، في علامة الأور، في علامة النوت. يعني فيك أكتر من علامة أو تعبير منطقي أنت ممكن تستخدمه فين في الجملة هنا تمام كده. علشان العملية ما تبقاش صعبة عليك تعالى نيجي هنا ونعمل تيست. وخلي بالك احنا دلوقتي هنبتدي يعني نشتغل بنظام جديد، وهو ان احنا نعمل شرح جنرال كده للحلقه او الاوامر بتاعتنا، وبعد كده نخلي الامثله في حلقه تانية علشان العمليه ما تطولش عليك وتبقى صعبه. لو انا جيت هنا مثلا وقلت له في قائمه تبدا هنا وقلت له علينا متغير انتجر وليكن ايه وسميه وادي له قيمه مثلا 6 ومتغير تاني انتجر وليكن بي وادي له قيمه وليكن 3 وفاصله ايه من نقطه تمام، وقلت له اف الاي ديت اقل من البي تمام كده، وجيت رحت عملت الكيرلي براكتس عشان اقفل الاكسبريشن بتاعي وقلت له كانت الاي اقل من البي، هتعمل برينتنج برينت تمام للجمله ديت اللي هي الاي از ليس ذان البي. يعني لو كانت الاي اقل من البي هتعمل ايه، هتطبع الجمله دي الاي از
less than b. تمام كده، وهنقفل بفصلة من النقطة اللي هي السيمي كولون بهذا الشكل. تعمل كنترول اس كده بالشكل دوت، وتعالى نخش على يونتي ونشوف هيعمل ايه. طبعا عملنا كلير كونسول، نشغل الجيم بلاي. لو كانت الاي اقل من البي هيطبع ديت. طبعا هو ما طبعش حاجه عشان الاي اساسا اكبر من ايه، من البي. طب تعالى نعكس الشرط، نخلي الاي ديت اكبر من ايه، من البي. كنترول اس، وتعالى نيجي مره تانية نعمل ستوب للجيم، نعمل بلاي. هو كتب لك ايه، از ليس ذان بي، يعني هو نفذ الشرط اساسا، بس هنعدل احنا الجمله كمان، ايه از جريتر ذان البي. اوكي كنترول اس، نرجع تاني ستوب للجيم بلاي. هتلاقي طلب الجمله A is greater than B. ايه اللي حصل بقى هنا؟ اللي حصل ان هو راح شاف ال A ليه قيمتها بكام؟ ب6، وشاف ان هي هل هي اكبر من ال B، فعلا 6 اكبر من 3، راح تبع الجمله ديت. طيب في حاله لو الكلام ده مش صح، تمام طيب كده، المفروض يجي على يعني يسيب الجمله ديت ويجي على بعديها. لو انت عاوز برضو ان هو يعني يخش في نطاق تاني، انت ممكن تستخدم جمله اسمها جمله ايه، الالس. يعني ما كانتش الاي اكبر من البي، الالس هيبقى ايه، هنكتب له مثلا اي جمله تاني، الالس برنت ان الاي اي از ليس ذان البي. وتعالى نشوف كنترول اس ونعمل برينتنج ستوب الجيم كلير للكونسول كلير، نعمل بلاي مره تانية ونشوف هيعمل ايه. بيقول لك ايه از جيتا ذان بي، فعلا هنا لو انا بصيت ان الاي ب6 والبي ب3، فهو اختبر اول شرط فلاقي ان الاي اكبر من بي فعلا، فطبع لك الجمله دي. طيب لو احنا عكسنا، خلينا دي اقل من بهذا الشكل، ان الاي اقل من البي، وقلنا كنترول اس المفروض يطبع ان ايه، ان الاي از ليس ذان ايه، ذان البي. كلير بلاي، كتب لك ان الاي از ليس ذان ايه، ذان البي. تمام كده، لان الشرط ده ايه مش متحقق، فدخل على جملة ايه، الالس. تمام كده، تمام، في شرط المفروض. فالمهم انت عشان تفهم لوجيكال فهي ايه، هتلاقيها بهذا الشكل يعني. تمام. طيب تعالى نشوف شكل تاني جملة اف، وهو اذا كان عندنا اكتر من ايه، من شرط. تخيل معايا المنظر دوت، ان انا مثلا هكتب هنا 6 والبي بتساوي 6، وتعالى نقول له اذا كانت الاي اقل من البي زي ما احنا ماشيين كده، هتكتب كده هتكتب له ان الاي از ليس ذان البي، ان الاي اقل من ايه، من البي. وبعدين لو قلنا له else و if، else if خليها على بعضيها، else if صح كده، else if لو كان، نفتح قوس ونقفله هنا عشان ما عنديش ايه كومبايل ايرور. تمام، else if else if if ايه اكبر من ال b، print ال a is less than b، وقفل القوس else if ان ال a، لازم الشرط بتاعنا else if ان ال a is equal to ال b. لو كانت ال a equal to ال b، تمام كده هتعمل ايه، هتعمل print ان ال a is equal to b 2b. تمام كده، غير كده وهنيجي هنا يعني وهنكتب else، لو غير كده خالص هنكتب print is great, print print ان a
is greater is greater than ال b. تمام، ونحط دول عمليتين تنصيص عشان ما ننساش. هنيجي هنا نحط بين عمليتين تنصيص بهذا الشكل. طب تعالى نشوف الشكل دوت. لو عندي ال a بتساوي 6 وال b بتساوي 6، اول شرط بيقول له هل ال a اقل من ال b؟ فطبعا ده الكلام ده مش صح، فهيعدي الجمله دي. طب هنساله مره تانية، هل a بتساوي ال b؟ اه فعلا a بتساوي b، المفروض يطبع لي a is equal to b. تمام كده، غير كده هيطبع ان ال a اكبر من ايه؟ من ال b. فالمفروض ناتج الاكسبريشن ده كله او ناتج التركيبه اللي هي بتاعه التحكم دي كلها على بعضيها ان ال a is equal to ال b. تعالى نعمل كنترول اس وتعالى نحفظ. خش على يونيتي، نعمل ستوب كلير الكونسول. مش عارف ازاي اعمل كلير ليه فويت، في مشكلة في السكريبت هنا. هذا الستارت في قوس زيادة ده. تعالى مرة تانية كلير. تمام، هنعمل بلي مرة تانية وهيقول لك ان ال A is equal to 2 ال B. تمام كده، تمام ماشي. يبقى في اول شكل ان هو اف كذا، اف التعبير المنطقي هينفذ، وفي الشكل التاني اللي هو اف لو كان التعبير المنطقي نفذ جمله، else نفذ جمله تانيه. وفي الشكل التالت اذا كان التعبير بتاعك اف ال a اقل من ال b هتعمل حاجه else if، ممكن اعمل حاجه تانيه وبعد كده else اعمل حاجه ايه تالته. تمام كده، ده الشكل اللي هو اللي انت عاوزه. طبعا انت ممكن تجرب برضو اللي هي اقل من او يساوي او اكبر من او يساوي، براحتك انت على حسب ما انت عاوزه، وتشوف نتيجه التعبير بتاعك هيكون عامل ازاي. تمام، دي خليها اقل من زي ما هي ومشيها على اساس كده. طيب بالاضافه للجمله دي او الشكل ده، في شكل تاني في التعبيرات المنطقيه اسمه سويتش. تعالى نيجي هنا وهنعمل كومنت ونقول سويتش ستيتمنت. سويتش ستيتمنت جملة السويتش ديت برضو تعتبر من جملة التحكم الموجودة داخل اليونيتي أو داخل السي شارب بشكل عام. وبدل ما أنت تقعد تدخل إلس إف كذا مرة، تمام كده، أنت بتستخدم السويتش ديت علشان يعني تنجز في موضوع الشروط ديت. وبصراحة يعني أنا مش شايف إن هي يعني كعملي أفضل من الإلس إف. يعني لو أنا مثلا جيت هنا وقلت له انتجر إكس والإكس ده بيساوي مثلا 6 بس على سبيل المثال، وجيت بعد كده نزلت هنا وقلت له النيم مثلا اللي هو كمتغير مثلا نصي هيساوي مثلا مصطفى. تمام، وجيت هنا بعد كده قلت له سويتش اللي هي جملة ايه سويتش. تمام كده، قلت له سويتش على مين؟ على المتغير اللي هو الاكس مثلا اللي هو ده، وفتحت ايه قوس بهذا الشكل. تمام، فجملة السويتش ديت انا بقول له يعني روح شوف الاكس دي قيمتها كام، فبقول له كيس لو كانت قيمتها مثلا 1، تمام، هتعمل لي مثلا برنت. تمام، في مشكلة هنا بس نكمل. كيس 1 بعد كده الكولومز دي، وهنعمل برنت هنقول له the value is 1. تمام، في حالة إذا كانت القيمة دي بتاعت الإكس دي بتساوي 1 ال value is 1، وهنعمل فاصلة منقوطة وبعدين هنعمل إيه بريك، حاجة اسمها بريك عشان ما نخشش في الجمل اللي بعديها. بريك وفاصلة إيه منقوطة وأضغط إيه Enter. كده ظبطت معايا. طيب في حالة كيس ان هتكون القيمة مثلا وليكن بخمسة، تمام كده، برضو هيعمل برنت وبريك. كنترول سي، هنيجي هنا كنترول اي وفي، ماشي، هنقول الفاليو زي خمسة.
يعني هو روح شوف الاكس لو كانت قيمتها ب 5 اتباع الجمله دي. تمام. طيب لو كان كيس ان هي 6، حط 6 ونقطتين فوق بعضيهم، هتعمل ايه؟ في هتقول الفاليو فعلا زي 6، القيمه بتاعتنا عباره عن ايه؟ 6. تمام كده. طيب لو ما كانتش حاجه من دول، هات لك القيمه الافتراضيه ديفولت، ديف اولت. تمام كده ديفولت، وهتكتب لي في الديفولت ديت مثلا ان الفاليو نوت فاوند، مثلا على سبيل المثال الفاليو نوت فاوند، ان القيمه ايه مش موجوده من اساسه. تمام. تعال نعمل كنترول اس للسكريبت ده ونشوف جملة السويتش هتبقى ماشية ازاي. تعالى كده نبص على اليونيتي، وهنيجي نعمل كلير للكونسول، وهنستوب للجيم، وهنعمل بلاي مرة ايه مرة تانية. سيبك من الجملة اللي فوق ديت، هقول لك الفاليو از ايه، الستة دي جملة السويتش اللي احنا هنفذها، ذا فاليو از ست. تعال نبص على الجملة مرة تانية عشان نعرف الطريقة بتاعتها ماشية ازاي. انا بكتب كلمة ايه، سويتش، طبعا عملت متغير فوق عشان تدي اعمله تيستنج يعني، ماشي كده، وبعمل سويتش عليه بشوف قيمته بتساوي ايه، وعلى حسب القيمه هو بيبتدي يتفرع عليه للجمل دي، بس لازم احط البريك ديت عشان ما يبتديش يشيل على الجمل اللي بعد كده. يعني مثلا هو جه لحد هنا ففعلا لقى القيمه بتساوي 6، فعمل بريك هنا وطلع من اللوب اللي هو شغال فيه، او طلع من جمله التحكم اللي هي شغال ايه، شغال فيها دلوقتي. طب تعالى نختبر على النيم اللي هو حاجه نصيه يعني. تمام كده. النيم اللي هو ده، في حالة لو كان علي مثلا، علي بهذا الشكل هنكتب له the name is علي. تمام كده. في حالة لو كان منى هنكتب له the name is منى. طب في حالة لو كان مصطفى هنكتب زنين اسم مصطفى هنكتب the name is مصطفى. اوكي. وتعالى نعمل لها تيست. طب لو كان ما كانش حاجة من دول، هنقول بدل value not found هنقول له name not in ذا ليست مثلا على سبيل المثال. اوكي. وهعمل كنترول اس، وتعالى نشوف ناتج الحاجه دي على اليونتي. هنعمل كلير، وهنيجي هنا ستوب، وهنيجي نعمل بلاي مره تانيه. هتلاقي بيقول لك هنا ذا نيم از مصطفى، يبقى هو فعلا لما دخل على الجمل هنا عمل اختبار للمتغير اللي هو اسمه نيم. تمام كده. وبعد كده راح شافه في دين الليست ده ليه فعلا واحده من دول. طب تعالى هنا نغير بدل مصطفى دي نخليه جمال مثلا، جمال. تمام كده. ونعمل كنترول اس، المفروض ان هو يجيب لي جملة الديفولت ان النوم از نوت اون ذا ليست. تعال نشوف نجرب. هنعمل كده ونعمل كلير ونعمل بلاي مره تانيه. هتلاقي بيقول لك ان النيم از نوت ايه اون ذا ليست. طيب يبقى كده احنا عرفنا او شفنا اكتر من شكل لجمله الاف العاديه، الاف الس والاف الس اف والس، دي جمل من جمل التحكم. وجمله شفنا برضو جمله السويتش. ممكن يقابلك وانت شغال دلوقتي حاجه اسمها النستد اف، ان انت ممكن تقابلك يعني جمل اف متداخله. تعال نشوف كده ونجرب الدنيا هتبقى ماشيه ازاي. في السكريبت في الوين دي، وتعالى هنا في الحته ديت وهنكتب النستد نستد اف، جمل اف ايه المتداخله مع بعض دي. تعالى مثلا نقول له انتجر اس مثلا هيساوي 6 اصل النقط، وانتجر مثلا دي هيساوي 9 مثلا على سبيل المثال. تمام كده. وبعد كده نشوف اذا كان يعني نختبر كذا حاجه في بعضيها. هنشوف بقى اذا كان اف، افتح قوس واقول له مثلا ان الاس دي اقل مثلا من الدي، الاس اقل من الدي. تمام كده. وبعدين هنحط مثلا قوس، وهنيجي جوه القوس دوت وهنعمل حاجه اسمها اف تانية، اف
تمام كده، وهنقول له مثلا ان الاس دي اكبر من كام؟ من 2. تمام، وهنفتح قوسين تانيين. لاحظوا هنا ان انا عندي ادي جملة اف الخارجية وجملة اف الداخلية. طب اقول لو كان الاس دي اكبر من 2 والفعل اكبر من 2، هتعمل له print ان الاس دي is greater than 2، واعمل فاصلة من نقطة بس كده. تمام، يبقى هو يعني هو بيشوف دلوقتي هل الاس اقل من الدي. تمام كده، وبعد كده هيشوف شرط تاني جوه الشرط ده ان الاس دي اكبر من الاثنين ولا لا. اذا كانت اكبر من الاثنين هيطبع ان هي greater than 2. طبعا الاس اقل من الدي دلوقتي فعلا. تمام كده، وهكتب انا برنت جملة تانية، برنت، واقول له ان الاس less than الدي، واعمل فاصلة من نقطة. تمام، ممكن تعمل جملة else بعد كده زي ما انت عاوز. المهم دلوقتي ان في اف داخلية اللي هي دي، وفي اف خارجيه اللي هي ايه دي اسمها ايه، احنا بنسميها نس دي نس ديف، يعني اف متداخله في في بعضيها. تمام كده، تعال نجرب كده كنترول اس ونروح على الكونسول بتاعنا ونشوف هيطبع ايه. ستوب الجيم، وبعدين كلير، وبعدين بلاي مره تانية. سيبك من الجمله الاولانيه ديت وشوفك من الجمله ديت، وبيقول لك فعلا الاس از جريتر ذان 2، والاس نفسها اقل من ايه، من الدي. ده الناتج الاكسبريشن بتاع مين؟ بتاع النستد اف. طيب في معاملين تاني اللي هو معامل الاند ومعامل اور ومعامل النوت. تمام كده، تعال نشوف معامل الاند. الاند معناها ان انا اكتب اكتر من شرط، ولازم كل الشروط دي تكون متحققه في نفس الوقت. تعال نعمل ستوب للجيم هنا، ونعمل كلير للكونسول، وتعال نروح هنا اهو، وتعال هنا ونكتب كومنت كده لذيذه. هنقول الاند اوبريتور، اند اوبريتور، الاند اوبريتور اللي هو شكله كده اهو، ده الاند ايه اوبريتور. تمام كده، طيب تعال نختبر على الاس وعلى مين، على الدي. تعال نختبر على الاس والدي، ونحط مع كام معاهم كمان مثلا انتجر، مثلا ار هيساوي مثلا وليكن 2 مثلا على سبيل المثال. يبقى كده عندي 3 متغيرات، وهاجي هنا وهقول له هنا اهو اف ان الاس اقل من الدي. تمام كده، ده شرط، وكمان اند شرط لازم يكونوا متحققين. الاس تمام كده تكون اكبر من الار. اكبر منين؟ من الار. لو كان الشرطين دول متحققين في نفس الوقت هتعمل الجمله دي، هت برنت مثلا this is true، this is true، يعني الكلام ده فعلا صح true. تمام كده، تعالى نعمل كنترول اس ونشوف الكلام ده. دي معناها روح شوف ان الاس، هل الاس اقل من دي؟ طب بص لنا كده، فعلا الاس 6 والدي 9، يبقى الشرط ده متحقق. وكمان شوف لي هل الاس دي اكبر من ار، وفعلا الاس 6 والار 2 برضه صح. لو كان الشرطين ده صح، يعني صح ترو وترو، يعني ترو اند ترو، هيتم تنفيذ الجمله ده. غير كده يعني ممكن نكتب كده else. تمام، وافتح قوس واقول له print this is not true this is not true، ونقفل الجملة بالسيميكولون، وتعمل كنترول اس، وتعالى نشوف اليونتي هيقول ايه. تعالى كده نشوف print بلي قصدي، فاخر جمله هنا بيقول لك this is true، يعني فعلا انا بصيت على الناتج بتاع الاكسبريشن المنطقي دوت، رحت شفت الاس هل اقل من دي طلع صح، ورحت شفت الاس اكبر من ار طلع صح، صح وصح، هيديني ناتج الاكسبريشن ده كله على بعضيه صح، وهيطبع لي الجمله ديت. طيب لو انا قلت هنا مثلا دي اقل
من الار وعملت كنترول اس ورجعت لليونتي مره تانية، في شرط كده اختل. طبعا انتوا عارفين الان ده اصلا معامل الان ده اساسا لازم كل شيء تكون متحقق عشان ينفذ لك الشرط. تعال نعمل بلاي مره تانية، فبيقول لك this is not true، يعني شايف ان الشرط لو صح والتاني غلط، فده ناتج الاكسبشن كله على بعضيه خاطئ اللي هو الناتج ده، فعجلك ان الشرط ده مش صح. طيب لو كان احد الشرطين متحققين اللي هو الاور اوبريتور، هاجي هنا مثلا اقول له الاور اوبريتور اللي هو الشكل ده، الشكل دوت اللي هو علامه البايب اللي هي جنب الدال في رحت مفتاح العربيه اللي هي العلامه دي، دي علامه البايب. علامه البايب ديت هنكتبها مرتين معناها اور، تمام؟ فبيقول له لو كان الشرط ده متحقق او الشرط ده متحقق، دي معناها الاور او اللي هي علامه الاور اللي هي علامه البايب دي. لو كان احد الشرطين متحققين يبقى تنفذ الجمله، احد الشرطين يعني مش لازم كل الشروط. تعالى نعمل كنترول اس وتعالى نشوف كده، ستوب الجيم، كلير للكونسول، بلاي مره تانية، هتلاقي بيقول لك ده ذيس از ترو، لان فعلا احد الشرطين هنا متحققين ان هو ان الاس اقل من دي، والشرط الشرط الثاني يكون هي متحقق. يبقى شفنا علامه الاند وشفنا علامه الاور، ماشي كده؟ طبعا النوت بتبقى دايما عكس الحاجه، ماشي كده؟ يعني مثلا لو حاجه ترو مثلا وحاجه فولس، ماشي؟ فانت بتشوف بتعمل علامه النوت ديت اللي هي علامه التعجب ديت تعكس الحاله، تمام؟ طيب بنشوف لها ان شاء الله المره الجايه مثال ومفيش مشكله فيها. لو انت عاوز نديك مثال دلوقتي احنا ممكن نشوف مثال ليها، اظن هي ليها مثال عندنا هنا. وليكن مثلا هندي مثال على النوت بالشكل ده، هنقول له النوت اوبيريتور اللي هو بياخد الشكل ده طبعا تتعجب، تمام كده؟ تعالى نشوف كده، نقول مثلا ان انا عندي متغير بوليان وليكن بالشكل دوت، واقول بوليان ريجكت ريجكتد، تمام؟ is equal to a false مثلا بالشكل دوت، ريجكتد is equal to a false، وبقول له if not rejected not rejected، لو كان مش يعني مش عكس rejected اللي هو عكس false true، اتبع لي print not rejected not rejected بهذا الشكل، تمام كده؟ تعال نشوف اللي بيحصل هنا ايه. الريجكت ده عباره عن متغير من نوع بوليان واخد كما ايه فولس، النوت بتاعه ايه بترو، يعني معناها ان انا عكست كده قيمه الريجكت فاصبحت ترو، فاصبح الاكسبريشن ده ايه صحيح. تعالى نشوف برينتنج على كونسول، شيل ده، ستوب الجيم، ونعمل كلير، تمام كده؟ ونبليه مره تانية، وتعالى نشوف اخر جمله مكتوبه نوت ايه نوت ريجكت. كده نكون احنا شفنا جمل التحكم كلها سواء كان اف او اف الس او اف الس اف الس، وشفنا جمله السويتش، وشفنا كمان المعامل اند والمعامل اور والمعامل ايه معامل نوت. هنكتشف كده ان شاء الله في الدرس دوت، وفي الحلقه الجايه باذن الله كله هيكون عباره عن امثله ورا بعضيها، بحيث ان انت الموضوع يثبت في دماغك اكتر. والى نلتقي في حلقه قادمه، كان معاكم مهندس مصطفى عبد القادر الزويدي من قناه مصطفى الزويدي لعلوم الحاسب. اذا عجبتك الحلقه يا ريت تعمل لي كومنت او تعمل لايك او تشيرها مع زملائك، واذا عجبتك القناه يا ريت تعمل لي سبسكرايب داخل القناه، واكون لك من الشاكرين. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.